يجب أن تظهري لي في كل مرة بحالة. عفرونة! عفرونة! ها أنا ذا يا سيدي. يا عفرونة يا عفرونة، لما أنت هكذا؟ طيب والآن لنتفاهم، تعال. هل أعجبك سكنك أولاً؟ لا بأس، بل أعجبني جداً، ولكن هذا لا يكفي يا عفرونة. اسمع يا فركوش، سأحدثك عن أحوال الجزيرة وأهلها طالما أنك ستعيش فيها. سأعيش فيها، ولكن كيف سأتدبر أموري؟ أي من أين سأقتات؟ كيف سأكل؟ قلت سأشرح لك كل شيء قبل أن تبدأ في طلبات قد لا أستطيع تنفيذها لك. ولكن كيف هذا؟ ألست جنيتي وتلبين كل رغباتي؟ ليس تماما. ولكني قرأت في الكتب وسمعت في الروايات والحكايات بأن الماردة أو الجنية لا يرفضون. لكل قاعدة شواذ. فهمت. هل أتابع الحديث عن أمور هذه الجزيرة ومتطلبات وجودك فيها؟ متطلبات وجودي فيها؟ يحكم هذه الجزيرة الملك شكرون، وهو ملك طيب عادل، وكذا شعبه الذي يحبه ويجله لخصاله الحميدة. الحمد لله الذي أوقعني بين يدي هكذا ملك وهكذا شعب. ولكن يا عفرونة، هل هذا الملك شكرون سيحل مشكلتي؟ عاش الملك وشعبه حياة هادئة خالية من المنغصات، حتى أتى يوم انقطعت فيه مياه النهر شريان حياتهم. هكذا؟ وبدون سبب؟ أخشى لو أخبرتك أن يتملكك الرعب وتجبن وتطلب مغادرة الجزيرة، وهذا مستحيل قبل تنفيذ ما عليك من واجبات تجاه الجزيرة وأهلها. أية واجبات؟ ثمنا لحل مشكلتك مع الوالي. طيب وزوجتي زليخة؟ وزوجتك. طيب يعرفونا، وإذا رفضت؟ ستنتهي مهمتي في هذه المرحلة وأضطر للرحيل فورا، وعندها ستتدبر أمورك بنفسك. ماذا؟ طيب وإن وافقت هل تساعدينني؟ بقدر ما هو مسموح لي. نعم، اتكلنا على الله، تابع روايتك. حسنا، انظر معي واتبع كلامي. منذ زمن ليس بالبعيد، والبحر صاف لا تشوبه شائبة، والشمس ساطعة تلقي بأشعتها على سطح المياه الراكدة، ولكن نتيجة إهمال أهلها لنظافة بيئتهم تلوثت مياه البحر، ومع مرور الوقت كونت في أعماقها كتلة غريبة الشكل. أرعدت السماء فجأة، فتراكمت غيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس. وظهرت جزيرة غريبة من قاع البحر، يعلوها قصر عجيب في شكله وموقعه. ما هذا؟ إنها أعجوبة، أعجوبة ولا شك. وبعد يا عفرونة، انظر بنفسك واسمع ما يزيدك عجبا. تعلمون أيها الإخوة أننا شعب مجهول الهوية، لا أرض لنا، ما من مكان على وجه الأرض يخصنا، حيث شكلنا أهمال سكان الجزيرة المجاورة. رفضتنا شعوب الأرض كافة، رفضتنا البشرية جمعاء، حتى قيض لنا أن نعيش في الأعماق في جوف الأرض.
كان علينا أن نمضي ما قدر علينا أن نمضي، نكتوي بنار حقدنا وكرهنا لكل مخلوق على وجه البسيطة. والآن وقد سنحت لنا الفرصة للظهور على وجه الأرض، على سطح الماء أيها الملك. إنما عنيت على سطح الجزيرة أيها الجاهل. الملك سحرون لا يخطئ يا أرنوخ. اغفر لي جهلي وتطفلي يا سيدي. أمامنا مدة من الزمن محدودة لتثبيت أقدامنا، بل ولفرض وجودنا على وجه هذه البسيطة، مستغلين جشع أهلها وقلة اهتمامهم بأرضهم. وما هذه الجزيرة التي نقف عليها إلا وهم، وهم يحملنا حتى نهاية المدة الزمنية المحددة لنا. فإذا ما أخفقنا غاصت بنا جزيرتنا هذه إلى القاع، إلى حيث كنا. في هذه الحالة ماذا علينا أن نعمل يا سيدي؟ انظروا هناك، هذه أرض مباركة يسكنها شعب طيب لا يعرف من مكائد الحياة شيء، بسيط متواضع. ما علينا إلا أن نحكمه ونسيره وفق مشيئتنا. ما أسهل أن نغلبه على أمره، بل ما أسهل الانتصار عليه. الأصح ما أسهل ترويضه، نحن بحاجة إليه ليخدمنا، يزرع ونأكل، يعمل في صعاب الأمور ونجدي كل الخير. باختصار نستعبده ونذيبه فينا. كيف السبيل إلى ذلك أيها الملك؟ انظروا إلى تلك المياه العذبة، إنها شريان حياتهم، نمنعوها عنهم، يتضايقون في حياتهم، يتذمرون. قد يجد ملكهم لهم حلا وسطا يبدع الأنا فيه، والتزاحم على المنفعة الذاتية، فينتشر البغض بينهم، وما أسهل احتواءهم. كيف؟ نفرج عنهم، ننعم عليه، ليس بالماء فقط، بل بجميع متطلبات الحياة وإغراءاتها، حتى يتم الأمر لنا. وكيف نمنع المياه العذبة عنهم؟ نحطهم على تلويثها، نبث فيهم عدم الاهتمام بها برمي الأوساخ فيها، فتتسمم المياه وربما تغور إلى باطن الأرض. يا الله، ما هذا؟ كما رأيت وسمعت، يا لها من مصيبة لهذا الملك الطيب وشعبه المسكين. أين هي من مصيبتك مع زوجتك زليخة؟ لا 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 يا عفونة، مصيبتي مع زليخة لا شيء البتة بالنسبة لهذه المصيبة العظمى. إذن ما رأيك أن أعيدك لزوجتك ونعتبر هذه الرحلة وكأنها منام؟ جدي، لا 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 يا عفونة، لا، مشكلتي مع زليخة فظيعة، ألف سحرون ولا نصف زليخة. إذا تصبح على خير، وغدا يوم آخر. ها أنت ترى يا صهري العزيز كيف أن أمورا كثيرة في هذه الحياة أصعب بكثير من حركات زوجتك زليخة. أتشرب الشاي ناعما هادئ البال وأنا ابنتك وحيدتك حبيبتك كما تدعي؟ ماذا في الأمر هذه المرة أيضا يا زليخة؟ كل الأمر، كل الأمر يا والدي. انظر، ها هو وجهي على ما هو عليه، يعني لم ينفع دواؤك البتة. الأمر يحتاج إلى وقت لشفائه يا زليخة، ولم يحن الوقت بعد. وعساكر الوالد تطاردني،
تطلب زوجي مني على ما فعل ببنت الوالي؟ في هذه الحال ماذا أستطيع أن أفعل؟ أي شيء، أي شيء يمنعهم عني، فهو المذنب ولست أنا. إنهم يفهمون أنكما زوجان، أي اثنان في واحد. أتريدهم أن يلقوا القبض علي؟ إلى متى أستطيع مماطلتهم أو الهرب منهم؟ لم يعد هناك مجال يا زليخة، هيا إلى السجن فورا حتى يحضر زوجك. لما لا تأخذ مرجان بدلا عني؟ ولك الأجر والثواب. المطلوب هو أنت وليس مرجانة. نفذ ما طلبته زليخة. ولكن الجميع يعرف أنها جارية فركوش وليست زوجته. ها هي زليخة خلفك أيها الحارس. يا إلهي، زليختان، هيا تحرك واقبض عليها أو لا 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 يا سيدي لا. أست أنا أيها الأحمق، ترك يا زليخة. والآن يا والدي. نعم. ألن تعيد زوجي إلي؟ ومن يعرف أين زوجك فركوش؟ لقد اختفى عن الأبصار دون أثر يذكر أو يعرف. وهل يعجز والدي كهين سيد العارفين عن كشف ومعرفة أين يختفي زوجي فركوش؟ وهل تظنين أن أباك بكل شيء عارف؟ معنى إلا بشر يستخدم عقله وعلمه ولا يقدر على الخوارق إلا الخالق.